بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. راح نتطرق في هذه الحلقة لأنواع الأوراق والأسواق المالية، الحلقة 12 من خلال سوق النقد، ويشتمل على أذون الخزانة، الأوراق التجارية وشهادات الإيداع القابلة للتداول، وكذلك راح نتطرق إلى سوق الأوراق المالية. هنا هيكلة سوق المال تتكون من جزئين رئيسيين، أحدهما سوق النقد والآخر سوق الأوراق المالية. سوق النقد يشتمل على أذون أو أذونات الخزانة، الأوراق التجارية، وكذلك شهادات الإيداع القابلة للتداول. بينما سوق الأوراق المالية يتكون من سوق أولي وسوق ثانوي. رح نتطرق إلى هذه الجزئيات بشكل أو بشيء من التفصيل. هنا لدينا سوق النقد، وهو السوق الذي يقوم الجهاز المصرفي فيه بالدور الرئيس، أي أن هذا المصرف أو البنوك سواء تقليدية أو إسلامية هي التي تقوم بالعملية أو بعملية الوسيط بين من يقوم بعمليات الشراء وبيع هذه سواء شهادات الإيداع أو أذونات الخزانة. وبالتالي هنا لاحظ أن هذا البنك أو هذه البنوك أو هذه المصارف تعتبر بمثابة الوسيط، وتعتبر بمثابة اللاعب الرئيس لهذه الأسواق، أي سوق النقد. هذه الجزئيات إما أن تكون بمثابة، وهي عادة تكون قصيرة الأجل، أذونات الخزانة وكذلك بالنسبة لشهادات الإيداع عادة تكون مدتها قصيرة لا تتجاوز السنة. هنا نبدأ بأذون الخزانة، هي تمثل سندات قصيرة الأجل قابلة للتداول، عادة تصدرها الحكومات وذلك لسحب السيولة من السوق. عادة هذه الأذونات تصدر بخصم إصدار، ليست بقيمتها الاسمية. لو ترجع بالذاكرة قليلا إلى أحد الحلقات الماضية عندما تحدثنا عن السندات، تحدثنا عن السندات في حالة كونها طويلة الأجل، ولكن هنا نتحدث عن أذونات الخزانة، وهي جزء من أو وهي نوعية من أنواع السندات، ولكنها هنا قصيرة الأجل، وعادة تصدر من قبل الحكومات وذلك لسحب السيولة العالية في السوق. وعادة هذه الأذونات تصدر بخصم إصدار، ومن ثم على سبيل المثال لو ذكر أن القيمة الإسمية للسند 100 ريال، ولكنه سوف يصدر بخصم إصدار مقداره 5%، فبالتالي على من يرغب بشراء هذا السند سوف يدفع 95 ريال لكل سند، بينما سوف يستلم في نهاية الفترة المتفق عليها بين المصدر والمصدر له، سوف يستلم القيمة بقيمتها الإسمية وهي 100 ريال. ولاحظ هنا أنها أيضا محرمة، وذلك لكونها مال بمال أعلى منه. إذن هنا سوق النقد ذكرنا أنه من عدة أنواع، يشمل أذون الخزانة، يشمل الأوراق التجارية، وأيضا يشمل شهادات الإيداع. لاحظ هنا أن أذون الخزانة عادة تصدر من قبل الحكومات، وهي وذلك لسحب السيولة العالية من السوق. عادة هذه السندات أو النوع من السندات ينطبع بطابع السندات قصيرة الأجل، وذلك لكونها المصدر لهذه السندات يصدرها بتاريخ معين، ولكن يلزم هذا المصدر باسترجاع قيمها في فترة عادة لا تزيد عن السند عن 365 يوم عن السنة، ولكن في حالة زيادتها عن السنة فهي تنطبع بطابع
السندات طويلة الأجل. قد تقل هذه الفترة إلى 90 إلى 180 إلى 270 يوم، أي أنها من الممكن أن تحتمل أن تكون هذه الأذونات في خلال فترة زمنية 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو 12 شهر، ولكن لا تزيد عن هذه الفترة، وإلا انتقلت من كونها قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل. أيضا أذونات الخزانة من الممكن أن تتميز بمجموعة من الميزات، كونها أوراق مالية تصدرها بعض الحكومات ويحصل على المصدر له عائد ثابت خلال فترة زمنية معينة. أيضا تصدر أذونات الخزانة بتواريخ استحقاق مختلفة، وعادة ما تكون 91 كما ذكرنا في السابق. لا يتم دفع فائدة للمستثمر، وذلك لكونها تباع بخصم، أي أنه في حالة قامت هذه المؤسسة أو هذه الحكومات بإصدار هذه السندات تقوم بإصدارها بخصم إصدار، وذلك ترغيبا منها للعملاء أو للمستثمرين لاقتناء هذه الأوراق. على سبيل المثال، لو افترضنا أن السند قيمته الإسمية ب100، سوف يصدر بأقل من ذلك، أي بخصم إصدار كما ذكرناه في السندات طويلة الأجل. الفرق بين القيمة الإسمية هو القيمة الفعلية، أي بخصم الإصدار هو يعتبر العائد بالنسبة لهذا المستثمر أو بالنسبة لمن قام بعملية شراء هذه السندات. هذا فيما يتعلق بأذون الخزانة وكونها نوع من أنواع الأسواق النقدية. عادة تكون البنوك هنا، لاحظ في أذونات الخزانة عادة تكون البنوك هي اللاعب الرئيس في العملية، أي أنها تقوم بشرائها من الحكومة المصدرة لهذه الأوراق. عادة تصدر هذه الأذونات من قبل البنوك المركزية في الدول والممثلة للحكومات في تلك الدول، ومن ثم يقوم بشرائها البنوك أو المصارف التجارية تقوم باقتنائها وتحصل على فروقات الأسعار. السبب في إصدار هذه السندات، لاحظ هنا، أنه لسحب السيولة الفائضة في السوق. في حالة أن رجعت العملية للاستقرار، تقوم ب هذه البنوك المركزية بإعادة شرائها من قبل البنوك وإطعام فرق التسعير، أي شرائها بقيمها الإسمية، هو الفرق بين سعر الإصدار والقيم الإسمية يعتبر بالنسبة لهذه البنوك هو الربح. هذا فيما يتعلق بأذون الخزانة. ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع سوق النقد، وهو الأوراق التجارية. عادة تصدرها الشركات المعروفة والتي لها وضعية مالية جيدة. أيضا يتراوح تاريخ هذه الاستحقاقات ما بين 270 يوم إلى السنة، أو على ألا يزيد عن السنة. في حالة زيادته عن السنة، من الممكن أن يصبح بدلا من وضعيته في قصير الأجل يعتبر من ضمن أو ينطبع بطابع طويل الأجل. من الممكن أن تظهر أو تباع للبنك بخصم. هذا شبيه بالائتمان التجاري، لكي يضمن المورد حقه في العملية التجارية، فإنه يسحب أوراق تجارية على المشتري بقيمة المبيعات التي قام هذا المورد ببيعها لهذا المشتري. هذه الورقة المالية من الممكن أن يقوم هذا البنك هذا الشخص بالتصرف بها. في حالة كونه احتاج إلى سيولة نقدية، فبالتالي قد يبيع هذه الورقة إلى طرف آخر، وهو في هذه الحالة من الممكن أن يكون مؤسسة مالية أو المصرف أو البنك هنا في ولكن لاحظ هنا، في حالة بيع هذه الورقة المالية
لهذا البنك فإنها تباع بخصم أي بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، والفرق هنا يكون بالنسبة للبنك هو الربح. لاحظ أيضا هنا أنه في حالة عدم سداد من قام أو الشخص المسحوب عليه هذه الورقة، من الذي سوف يتحمل هذه المسؤولية؟ هو المصدر لهذه الورقة أو صاحب هذه الورقة، أي أن البنك لا يتحمل المسؤولية في حالة عدم سداد المصدر له لهذه القيمة. هذا فيما يتعلق بالأوراق التجارية. ننتقل الآن إلى النوع الثالث من أنواع سوق النقد، وهو شهادات الإيداع القابلة للتداول، وهو إيصال تطرحه البنوك يثبت أن حامل هذه الورقة أو هذه الشهادة لديه مبلغ معين لدى هذا البنك لفترة زمنية معينة يتقاضى عليها هذا المودع فائدة معينة أو فائدة ثابتة خلال فترة إيداعه لهذه المبالغ عند هذا البنك، وأن هذا المودع يلزم من قبل البنك ألا يتصرف وأن لا يسحب هذه المبالغ خلال فترة زمنية متفق عليها بين هذا الشخص أي العميل وبين هذا البنك. وهذه أيضا الودائع لأجل تعتبر في الشريعة الإسلامية محرمة، وذلك لكونها تقتني فوائد ثابتة خلال فترة إيداع هذا العميل أو هذا المستثمر لدى هذا البنك. يمكن لحاملها أما الاحتفاظ بها أو من الممكن أن يقوم هذا العميل ببيعها إلى طرف آخر. على سبيل المثال سين من الناس قام بإيداع مبلغ معين لدى البنك، لنفترض أنه 100,000 بفائدة ربوية قدرها 5% سنويا مدة الإيداع 5 سنوات، على ألا يتصرف هذا العميل بهذه القيمة لفترة زمنية مقدارها 5 سنوات. هذا العميل بعد مرور السنتين الأول احتاج إلى سيولة معينة، من الممكن أن يقوم هذا العميل ببيع هذه الشهادة التي أعطيت له من قبل البنك كشهادة إيداع مبلغ قدره 100,000 ريال لفترة زمنية قدرها 5 سنوات بفائدة قدرها 5%. هذا العميل قد استلم الفوائد الربوية خلال السنتين الماضيتين، باستطاعته أن يبيع هذه الورقة للطرف آخر، هو بدوره يستلم الفوائد المتبقية للسنوات المتبقية، ومن ثم يستلم كامل المبلغ بعد مرور أو بعد انتهاء الفترة المتفق عليها. هنا تختلف هذه الشهادات، شهادات الإيداع، عن أذونات الخزانة والأوراق التجارية في أنها تحمل فائدة ربوية محددة يتعين دفعها في تاريخ الاستحقاق، إذن فهي لا تباع هنا بخصم، أي أن هذه لكون هذه الشهادة بقيمتها الإسمية كما ذكرنا في المثال 100,000 وسوف تعاد ب 100,000 فإنها لا تباع بخصم للطرف الثالث، بينما في أذونات الخزانة ذكرنا أنها تصدر بخصم، بدلا من أن تصدر الكوبون الواحد والسند الواحد ب 100 ريال سوف يصدر بقيمة 95، وهذا الفرق بالنسبة لهذه بالنسبة للمصدر لها وبالنسبة للمستثمر من قام بعمليات الشراء تعتبر هي الربح. أيضا في الأوراق التجارية عندما يقوم هذا المورد أو صاحب الورقة المالية على من قام ببيعه أو على المشتري، ومن ثم بعد فترة زمنية يحتاج هذا المورد إلى سيولة نقدية، قد يقوم بتظهيرها إلى البنك، ولكنه هنا يظهرها بخصم لكي يحصل أيضا البنك على منفعة. المورد حصل على منفعة وهي هنا تحصيله للنقد، أيضا البنك هنا حصل على منفعة وهي خصم الورقة المالية، بدلا من أن افتراضا أن قيمة هذه الورقة 200,000 ريال، لنفترض أن هذا المورد سوف يبيعها أو يظهرها لهذا البنك بقيمة 190,000، الفرق هنا بالنسبة للبنك هو الربح. أيضا هنالك فائدة بالنسبة للمورد في هذه العملية في هذه المسألة، لكونه
روج بعض بضاعته بالأجل، وأيضا يكون هنالك فرق في أسعار القيمة في القيمة الزمنية للنقود، بدلا من أن يستلم هذه القيمة الآن في الحاضر في الحال، سوف يستلم هذه القيمة من ذاك المشتري في فترة زمنية لاحقة. أيضا بالنسبة للشهادات الإيداع القابلة للتداول، هنالك أو نقطة مهمة جدا تعامل به، وهي سحب السيولة في حالة كون أو في حالة وجود سيولة عالية في هذا البلد، لكي تشجع البنوك أو لكي تشجع هذه البنوك عملائها لوضع هذه السيولة، فإنها سوف ترفع في عمليات الفائدة، والعكس صحيح كذلك، في حالة انخفاض السيولة المتواجدة في البلد فبالتالي هذه الفوائد سوف تقل، وذلك لتحفيز أو لترك هؤلاء المودعون لدى تلك البنوك بسحب مبالغهم ومن ثم استثمار الذي ذكرناه في السابق في الاستثمار في الأصول وليس الاستثمار المالي كما هو الحال هنا. ننتقل الآن من السوق النقد إلى سوق الأوراق المالية، وهذا السوق هو عبارة عن التقاء مجموعة من البائعين والمشترين في وقت واحد، وذلك لعملية تداولية للأوراق المالية التي يمتلكونها. هنا لاحظ في الأوراق بالنسبة للأوراق المالية سوف تنتقل الأموال من فرد إلى آخر، وأيضا سوف تنتقل المنفعة من فرد إلى آخر، ولكن في عند إصدار هذه الأوراق المالية سوف تنتقل هذه الأوراق المالية أو الشهادات شهادات امتلاك هذه الأوراق المالية سواء سندات أو أسهم في من الشركة المصدرة إلى المستثمرون، وتنتقل الأموال من المستثمرون إلى الشركة المصدرة. هنا في العملية الأولى التي تتم بين المصدر والمصدر له تكون العملية من الممكن أن تكون منفعة تنموية اقتصادية اجتماعية، ولكن بعد هذه المرحلة الأولى وهي مرحلة الإصدار ومن ثم استلام المبالغ من قبل أو استلام هذه المبالغ التي تستلمها هذه الشركات من قبل المستثمرون من الممكن أن يستفاد منها، ولكن في حالة بيع هذا المستثمر هذه الورقة إلى طرف آخر ومن ثم هذا الطرف باعها إلى طرف ثالث والطرف الثالث باعها إلى طرف رابع، هنا انتقال فقط لورق ليس عملية حقيقية، أي أنه ليس استثمارا حقيقيا وإنما استثمارا ماليا، أي انتقال أوراق مالية من أشخاص إلى أشخاص آخرين أو من مؤسسات أو من شركات إلى شركات أخرى، بينما في بداية الأمر يكون ينطبع بطابع الاستثمار الحقيقي، وذلك لكون هذه المؤسسة لم تصدر هذه السندات إلا للحصول على مبالغ تمويلية وكذلك طروحات الأسهم إلا للحصول على مبالغ تمويلية تقوم بتمويل مشاريعها المستقبلية من خلال هذه المبالغ. لاحظ أيضا أن هذه السندات أيضا محرمة لكونها تحمل فوائد ربوية محرمة والابتعاد عنها، وذلك لتنقية المال يكون أفضل. سوق رأس المال البورصة بعد الانتقال من الإصدارات الأولية ننتقل الآن إلى سوق رأس المال وهو البورصة، وهو الذي يتم فيه عمليات التداول سواء تداول هذه السندات كما ذكرنا فيها السابق أنه سوف ينخفض أو سوف يقوم أصحاب هذه السندات ببيعها أو شرائها، وذلك تبعا لأسعار الفائدة السائدة في السوق. أيضا بالنسبة للأسهم من الممكن عند إصدارها الأولي سوف تنطرح في السوق التداول أو سوق الأوراق المالية وهي سوق رأس المال ومسمها البورصة، ومن ثم يقوم من لديه هذه الأسهم في حالة رغبته ببيعها سوف يقوم ببيعها، في حالة رغبة أحد المستثمرين بشراء هذه الأوراق سوف يقوم بالعملية شراء هذه الأوراق.
ننتقل الآن إلى ما هو الاستثمار في البورصة، وهي سوق الأوراق المالية، وهو سوق طويل الأجل عادة، وينقسم هنا إلى نوعان. أن تكون شريك أيها المشتري لهذه الأوراق، من الممكن أن تكون شريك في أحد المؤسسات التجارية أو في أحد الشركات الصناعية، أيا كانت هذه الشركات زراعية صناعية أو أيا كانت هذه الشركة محتواها، من الممكن أن تكون شريكا، وذلك باقتنائك بعدد أسهم مصدرة من قبل هذه المؤسسات أيضا، أو أن تكون تقرض هذه الشركة، وذلك في كونك قمت بشراء جزء من السندات ومن ثم اقتنيت هذه السندات، فأنت تصبح في هذه الحالة ليس شريكا وإنما مقرضا لهذه الشركة. بينما في حالة كونك قمت بشراء عدد من أسهم هذه الشركات، فأنت تعتبر شريك، لك الحق في عمليات التصويت في الجمعيات العمومية، أي أنك شريك في رأس المال في هذه الشركات. بينما في حالة شرائك لمجموعة من السندات، فبالتالي أنت ليس شريكا وإنما مقرضا لهذه الشركة، يلزم هذه الشركة سدادك القيم بعد عند تاريخ استحقاق هذا السند. بالنسبة لسوق الأوراق المالية، هنالك سوقين، السوق الأول السوق الأولية وكذلك السوق الثانوية. السوق الأولية يتمثل أو يتمحور في الإصدار الأولي من قبل المؤسسات أو من قبل الشركات الراغبة في تمويل مشاريعها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من الهيئات والمنظمات التابعة لها هذه الشركة. وبالتالي عندما تنهي إجراءاتها النظامية ويتم الموافقة على طرح مجموعة من الأسهم لهذه الشركة، تقوم بطرحها للجمهور العام، وأي من هؤلاء المستثمرين يستطيع اقتناء جزء أو يستطيع اقتناء هذه الأوراق المالية، وتحدد قيم اسمية لهذه الأوراق المالية من قبل المؤسسة بناء على الأنظمة والقوانين المتبعة في البلد التي تنتمي إليه هذه المؤسسة. بعد حصول هذه المؤسسة على هذه المبالغ وهذه وطرح أسهمها، يصبح هذا المستثمر مالكا لهذه الأسهم. يستطيع هذا المساهم أو هذا المستثمر بيع أو شراء عدد أكبر مما هو يمتلكه، فبالتالي ينتقل هنا السوق من السوق الأولي إلى السوق الثانوي، أي أنه يصبح اللاعب في هذه المسألة في السوق الثانوي ليس الشركة التي طرحت، وإنما هو الشخص المالك أو هو المساهم في هذه الشركة. هذا فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية، سوق أولية عند الطرح، سوق ثانوية بعد الطرح وبعد وأثناء عمليات التداول بين المستثمرين. ننتقل إلى سوق الأسهم، والأسهم هي حقوق ملكية كما ذكرنا، أي أن صاحب الأسهم يعتبر مالك أو يعتبر شريك لهذه المؤسسة، يعتبر له أحقية في حقوق الملكية لهذه الشركة. أيضا عندما تحتاج الشركة لزيادة تمويل مشروعياتها ولا تستطيع تحمل أعباء القروض، فبالتالي فهي هنا تطرح أسهم كما ذكرنا في حلقات ماضية، أن جميع حملة الأسهم سواء العادية أو الممتازة يصبحون ملاكا للشركة، يحصلون على نسبة من الأرباح مع تحملهم لمخاطر الشركة، أي أن صاحب الأسهم العادية هو آخر من يعطى له حقوقه في حالة أن هذه الشركة خسرت أو انهارت أو أيا كان، بينما الأسهم العادية الأسهم الممتازة يعطى حقوقهم قبل حملة الأسهم.
لاحظ هنا فقط عملية تشابهية بين الأسهم العادية والممتازة، أي أنهم كلاهما يحصلون على توزيعات إذا حققت الشركة. هنا شرط: إذا حققت الشركة أرباحا، أصحاب الأسهم الممتازة لهم الأولوية عن أصحاب الأسهم العادية في حالة انهيار هذه المؤسسة أو خسارة هذه المؤسسة. هذا فيما يخص الأسواق المالية، وكذلك فيما يخص سوق النقد. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، نلتقي بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. لكم مني جزيل الشكر والعرفان، وشكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.